بنرحب بيكم يا جماعه في النشو واكل شو. النهارده احنا حلقه مميزه جدا، كميه واجب شعبي ما حصلش. مبدئيا كده احنا في تومه النهارده، الصلصه هنا بقى في تومه. عايز اقول لكم في مميزات جامده جدا، يعني هنبص هنلاقي ايه. دي طماطم من اجود التوابل، شطه زيت، يعني هنولع النهارده. الدقه، يعني كل حاجه معموله كده بشياكه. طبعا ما بنلاقيش ده خالص، هو انت ايه الكيس البلاستيك اللي احنا عارفينه، لفه هتلاقي فيه الدقه وتلاقي الشطه وتلاقي الحركات دي. هنشوف بقى وليم التومه. احنا النهارده البصل اهو لوحده، تيست رز بلبن عسل كده، ده اللي هو تضربها كده على السريع. رز بلبن كريم كراميل سلاش، احمدك يا رب. طيب خلينا نبدا ونشوف. هنبدا بالكشري طبعا عشان نقول لكم راينا ايه في الشغل الجامد اللي هم عاملينه. اولا لو احنا عايزين نتكلم ان العين بتاكل قبل البق اساسا، فاحنا شايفين الشكل علبه الكشري مغري جدا، مخصوصه حلو، الحاجه بتلمع وشكلها يجنن. فعايزين نشوف بقى ايه موضوع الكشري بتاع توما ده وايه اللي بيميزه. يعني نجيب بقى المعلقه، طبعا حاجات الاستخدام الواحد، كله بقى معظم المطاعم بتستخدمها النهارده. عايزين نجربها. هي طبعا الكشري طبعا كنا فاكرين على الغفور البرعي، العدس ما يستويش قوي، الرز مش عارف يبقى متهوي ازاي وبتاع. هنجرب ونشوف بقى ايه الحكايه. انا هدوب بس العدس الاول اشوفه فيه عضه ولا لا. اهو في عضه في العدس دي، مبدئيا انت سويها صح. العدس لو ما بيعضش، لو العدس مستوي زياده عن اللزوم مش هتحس بطعمه. هنا في عضه، نشوف بقى البصل كمان بيقمش ولا لا. طبعا سامعين القرمشه، الله دفن، وعضه الحمص زي الفل، طعم حلو قوي يا جماعه. طيب نشوف بقى يا ريس الصلصه. ميزه الصلصه كمان انها مش صيصه، مش ميه، لا ده صلصه تقيله متسبكه اهي. بص صلصه متسبكه وتقيله، فده يخليك اما تاكل الكشري ما يبقاش ميه في بعضه ولا معجن، بالعكس لا هو ايه تقيله اهي. نجرب بقى، طبعا كلنا عارفين الكشري بيتاكل ازاي، مش هنخترع يعني. شوف بقى موضوع الشطه دي، ربنا يستر من الشطه الزيت بتاعتهم. اهو تفتحها عادي جدا اهي، كيس سهل الفتح. انا مش هحط شطه كتير عشان خاطر ايه ما ازعلش، ده شطه زيت يا جماعه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، بس كفايه النقطتين دول بس. الدقه بقى ماشي، هنتوصى عادي مفيش اي مشاكل اهي. كيس سهل الفتح جدا على فكره، يعني مش عقده خالص. نحط شويه دقه، قلب بقى. بسم الله، حلو قوي طعم الطماطم الطبيعي، التسويه حلوه، الشطه نار. انا اللي جبته لنفسي، انا اللي عطيت شطه، انا استاهل. احترم قوي طبق الكشري اللي كل عنصر فيه واخد حقه وباين لوحده في الطعم. بص تلاقي الرز باين قوي في الطعم، المكرونه، الرز يعني هو رز بشعريه طبعا، بصل، عدس. طبعا هما بيديك علبه تقليه زياده عايز تزود طبعا، اللي هو بصل اهي. دلع، انت هنا دلعوا الكشري، كشري ابن ناس، عارف انت بتقول كشري ابن ناس، كشري خريج جامعه امريكيه، ده كشري خريج جامعه امريكيه، ما اعرفش بصراحه ايه لك يعني. كشري ابن بلد. يا ولد اللذين، حلو قوي. الدقه بتديك طعم تحفه، شويه الخل كده بالثوم بينزلوا مع الطماطم المسبكه مع قرمشه البصل مع الحمص مع العسل المستوي صح مع الكلام ده كله، انت قدام تجربه طعم بجد فول فظيع. مش
مش قادر ابطل، بس هبطل عشان خاطر ايه نجرب بقيه الحاجات. حلو. كلنا بناكل كشري في اماكن كتير، مش اي كشري يكيفك، مش اي كشري تحس فيه صنعه وفي ناس بتتعب عشان تقدم لك حاجه مميزه. ده اللي بيحصل هنا بجد، هايل هايل هايل. نركب بقى الكشري. التجربه الثانيه طاجن المكرونه. طاجن المكرونه ما كنتش تاكله وهو ضارب نار كده، انت مش تكايف. هو بص اهو مقفول اهو، نار شغاله معاك. انا عايز ادوق المكرونه من غير ما هضيف لها دقه ولا شطه ولا اي حاجه، انا عايز ادوق طعمها بس كده. دلوقتي معانا التجربه الثانيه، طاجن مكرونه فراخ بيضرب نار وجامد جدا. اهي قطعه فراخ اهي موجوده. الله جوده اللازمه. الفراخ مستويه حلو قوي. المكرونه مستويه على الهادي، طعمها حلو قوي، شاربه من الصلصه ومفيش فلفل اسود عالي، فالطعم مظبوط قوي. الفراخ طعمها حلو قوي قوي. مع كل قطمه حته فراخ كده ودلع. دلع. متوصلين قوي بالطعم. عايز اقول لك تاكل ده في اماكن تانية بتحس ان الفلفل الاسود هو اللي طاغي على اي حاجه. هنا لا، الفلفل الاسود بالمقاس، الملح مظبوط، الفراخ حلوه جدا، مستويه حلوه قوي، تتبيلتها حلوه، والمكرونه زي العسل. احلى طاجن مكرونه. تسلم ايديهم. لا بجد الموضوع يستاهل، تجربه حلوه قوي. اهي زي ما احنا شايفين الفراخ متقطعه صغيره مع المكرونه. انت بقى طبعا بتعيش وبتقلب وبتدوس بقى الليله دي. اهي شوف الفراخ مع يعني مع كل قطمه هتلاقي فراخ. متوصيين على فكره، حاطين كميه محترمه يعني، مش من على الوش وخلاص. الله ينور. العيش المحمص بقى، او نقدر نقول العيش التوست، دي بقى انا هقطعها واظبط. العيش التوست ده مزاجي الشخصي يعني، انا ما اكلش كشري غير بالعيش التوست. هنا بقى هم عاملين ميزه جامده قوي برضو ما شفتهاش في محل كشري تاني، انك تاخد العيش التوست معاه توميه فري. لحظه بقى نفتح التوميه اللي محيرانا دي. عيش التوست هنا يا جماعه اهو بينزل معاه توميه فري، فده دلع زياده يعني. برضو انا ما شفتوش في اي مكان. عيش التوست ده مزاجي الشخصي، فانا احب انا اتدلع بعيش التوست بقى. خلينا نجربه الاول واحده. انا سمعكم القرمشه في المايك عشان نتدلع سوا. توابله اهي، متبل متدلع يعني. اقدر يعني بابريكا تقريبا، في بابريكا وفي شويه توابل لطيفة يعني، مخليها طعم حلو قوي قوي. يا قلبي يا قلبي على الدلع. بعشقه، بعشق العيش التوست ده. بيبقى مقلي، مفيش زيت في ايدي، مش شارب زيت، فدي ميزة حلوة قوي. تانية نجربه بالتومية بقى، انا عمري ما دقته بالتومية في محل كشري. بعدين ما لازم يبقى فيه توميه، ده محل تومه، فلازم يدلعوك توميه ويدلعوك كل حاجه. حلو قوي. حلو بالتوميه، التوميه لذيذه. التوم طبعا فيها عالي، طبعا توميه. نجرب بقى قطمه كمان. التومية تحفة بالعيش التوست، تجربة متعة بس.
بجد برافو عليك، حلو قوي فكره التوست بالتوميه ده. انت ممكن تشمع مع الطبق ده للصبح زي ما انا بعمل كده، بضرب في التوميه وادمش ودلع نفسي. طيب نبدا بقى بالرز بلبن ولا نبدا بالكريم كراميل؟ انا اصلا اول مره الاقي كريم كراميل في محل كشري، دي ما بتحصلش. عايزين نعرف حكايه الكريم كراميل بتاعهم. بس هبدا بالرز بلبن الاول، بنشد الشريط الاول. طيب سيستم، في سيستم يا جماعه، احنا مش عشوائي. شد الشريط حلو، قفله الشريط اللي قافلينها والجو ده بقولك عشان السفر، انت سافر بيها براحتك وروح واجي براحتك وهي زي ما هي. شايفين الرز بلبن؟ تحس ان في قشطه فوق الوش والرز تحت. شوف قشطه بلبن، قشطه تقيله تقيله تقيله. شوف الدلع، تقيل محترم ومزلز وابيض. حلو قوي قوي. السكر مظبوط، سكره مش عالي او مش فاقع عشان خاطر يديك بقى سكر وبتاع. لا ده هو هنا مدي لبن، هو متوصي باللبن قوي. رز مش كتير قوي، لبن اكتر زي ما احنا شايفين، معظمه لبن اكتر. في نسبه رز حلوه وسكره مظبوط. حلو قوي، لذيذ ومسكر وتحفه وسكره هادي، مش حاجه سكرها عالي على فكره، بالمقاس بالمقاس. خد بقى كريم كراميل اهي، افتح تعلمنا السكه بقى خلاص. اي هو احلى كريم كراميل في التاريخ شكله. انا من عشاق كريم كراميل، يعني والدتي كانت بتعمل لي كريم كراميل بينسيني اسمه. خلينا نجرب ده. ايه الحلاوه دي؟ طب بقول ايه؟ طب يا جماعه انا يعني انا شكلي هكمل الريفيو كله مع كريم كراميل، انا هقعد مع كريم كراميل. حلو قوي حلو قوي 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 ومظبوط قوي. وانك تلاقي في محل كشري كريم كراميل بالشياكه دي وبالطعم ده، ده دلع فوق الوصف. والله برافو عليك. هنا انت مش مجبر تشتري رز بلبن او ما تشتريش وبتاع، وكل علبه كشري طالع معاها علبه رز بلبن هديه. فده دلع، احنا هندلعك هندلعك غصب عنك هندلعك حتى لو مش عايز. اكيد انتوا ما دي فخ برضه، انتوا مش عاملينها كده. يعني هتدوق رز ايه الحلاوه دي؟ لا هات لي يا عم طبق. يعني هو مش عاملينها لله، بيجر رجلك. هات لي حلة رز بلبن يا ريس عشان خاطر انا عايز حلة رز بلبن بعد اللي انا دقته ده. نفس طبعا رز بلبن اللي في العلبة الكبيرة وبتاع، هو جايبك جايبك او جدد طعمها زي الفل. حلو قوي قوي. شوف موضوع السلاش بتاعهم، خدنا بقى تجربة الطعم وعشنا حياتنا بقى كشري ودقة ومكرونة وكل الدلع بتاع توما. بجد حلو قوي الكشري بتاعهم والحاجات بتاعتهم. نضرب بقى السلاش ادي. حلو سلاش توت. مش موجود دلوقتي ليمون نعناع. ليه مش موجود ليمون نعناع؟ التوت تحفه. سلاش توت برضه مش موجود في اي محل كشري. ما هو ليمون بنعناع وتوت، انتوا جايبين الاثنين جامدين. الكشري بالذات فعلا محتاج حاجات زي دي طبعا. هنا بقى انت طري على قلبك، سيبك من الترتيب والكلام ده، طري على قلبك شويه سلاش حلوين، توت او ليمون نعناع. هو مش فيش النهارده ليمون نعناع، انا هاجي يوم تاني عشان الليمون نعناع.
احنا كده اتضحك عليا. مع حضرتك نادر الشرباجي مدير تشغيل الشركه. طبعا هو مش دور فردي عموما يعني الوصول لتوما للمرحله دي او النتائج دي كلها. هو الدور جماعي كله، تيم وورك متكامل. عندنا اكتمال ادارات، في اداره جوده، اداره تشغيل، اتش ار، ماليه، جميع الادارات موجوده وسبورت معانا في كل شيء. هو عمل جماعي وليس فردي. بس احنا زي محل كشري بيدار بشركه لها كيان، ده مش سهل. فيعني ايه المقصود من ده وانتوا عايزين توصلوا لفين كمان الفتره دي؟ والله هو احنا يعني كل شيء احنا بنمشي ببلان يعني. ففي دي في فيجن وفي رؤيه ان احنا بنمشي عليها، وفي بلان ان احنا السنه دي هنا، السنه الجايه فين، اللي بعدها فين كده يعني. فماشيين حسب بلان، مش ماشيين بشكل عشوائي يعني. خططكم ان انتوا تبقوا ليكوا فروع في مصر كلها، ولا هتكتفوا على الاقل بالفروع اللي موجوده دلوقتي لحد ما نشوف السوق؟ لا ان شاء الله البلان جميع انحاء الجمهوريه ان شاء الله، وبعد كده خارج مصر ان شاء الله. انا عبد الله مجدي مدير الانتاج، مدير الانتاج والجوده. والله ضوء إدارة الإنتاج عموما، إدارة المصانع المركزية اللي بتغذي الشركة كلها، في مصانع مركزية للشركة مخصصة لتصنيع اللحوم، تصنيع الصوصات، كل المنتجات الرئيسية اللي بتأثر مباشر في طعم المنتج بتتصنع في مصانع مركزية حاليا في طنطا، بتغذي المحلة، بتغذي المنصورة، بتغذي طنطا، وإن شاء الله الفروع اللي جاية إن شاء الله. بالنسبة لإدارة الجودة بنبدأ من بداية المواصفة لاستلام بقى المنتج في المخازن المركزية لغاية المنتج ما يوصل للعميل، يعني بنتكلم في الفود، في البابريج، في الباكينج، كل حاجة بتأثر في المنتج مباشر. هل الحبوب اللي بنشتغل بيها، الصوصات، الصلصات، التوابل، العلب، الكرتون، الكلام ده كله في المخازن المركزية، وآلية نقله للفروع نفسها، وآلية التداول في الفرع نفسه، طريقة التشغيل. أنا عايزك بتجيب منين الخامات تحديدا؟ هل أنت بتتعامل مع مصانع معينة بتعمل لك شغل مخصوص، ولا إيه اللي بيتم بالظبط؟ والله بالنسبة للورق والكرتون في مصانع مخصصة بتشتغل لنا بمواصفات بأنواع ورق مستوردة، بنشتغل بورق كندي، بنشتغل بورق سويدي. ده بالنسبة للعلب والباكن احنا شغالين بيها، بنشتغل بخامات محترمة طبعا، خامات كلها معالجة غذائيا، ألوان كلها ووتر بيز، حاجات كلها مطابقة للمواصفات عموما. بالنسبة للحبوب بنشتغل مع براندات كبيرة طبعا، وبرضه شركات استيراد. المبدأ هنا نوع الحبة بيبقى ستاندرد، والمعاملة اللي بتعملها المنتج ثابتة، سواء آلية الفرز أو التدريج للمنتج نفسه، ومقاس الحبة أو نسبة الشوائب وهكذا. ده العامل الرئيسي في جودة المنتج بالنسبة لنا في المخازن يعني. طبعا يا ريس أحلى رز بلبن طبعا، لسه مجرب الموضوع. حاجة جميلة جدا والله، وعلى مستوى راقي جدا. احنا يعني احنا من رواد توما. أنا بنتي ديت في طنطا في كلية الحقوق. قبل ما توما يفتح في المحل هنا احنا كنا من رواد توما في طنطا، وهي صاحبة يعني أول ما دخلت نادى كانت في توما، فقالت لنا في حاجة جميلة جدا وتعالوا، عزمتنا في طنطا. واحنا من يومها والله واحنا يعني متعودين دايما توما بقى حاجة أساسية جدا بالنسبة لنا. بدأتوا بقى جيل محلة فخلاص. والله بنيجي على طول دايما، وكانت الفترة اللي كانت قافل فيها دي كنا احنا يعني مفتقدين توما صراحة والله. ممكن آخد رأي حضرتك في الأكل هنا؟ لا هو جميل والله ما شاء الله، طعمه حلو قوي، احنا بنجيله زي ما بابا قال كده من بعيد عشان ناكل. في اي تعليقات، اي خطا في اي حاجه؟ الحقيقه ما فيش اي تعليق ولا اي كومنتات عليهم صراحه، كل حاجه 100% مظبوطه. ممكن تقول لنا رايك في مطعم توما برضو؟ اخد مطعم حلو وذوق راقي جدا. ايه رايك في مطعم توما؟ حلو جميل، ما فيش اي خطا اي حاجه؟ لا لا لا. كل حاجه. احنا كاسره تشرفنا جدا ان احنا جينا المطعم، وتشرفنا بلقاء حضرتك. في المجمل التجربه يا جماعه هايله. عايز اقول لكم كشري تحفه، حلو قوي. كلنا اكلت كشري، مفيش حد في مصر ما داس فوق ال 30 40 محل كشري. فانت لما هتيجي تاكل هنا انت هتعرف الفرق بنفسك، مش محتاج حد يشرح لك. بجد مستوي حلو قوي، الخامات نظيفه قوي، الطعم حلو، كل حاجه بتضيفها تديك طعم زياده. صلصه معموله حلو، الدقه معموله حلو، الشطه لذيذه، مش عنيفه قوي، هي لذيذه. العيش التوست بالتوميه اختراع حلو بجد. طاجن المكرونه بالفراخ واكيد باللحمه حلو، لان هي طبعا هتبقى نفس الخلطه، بس الفرق في الفراخ او اللحمه المفرومه، بس بالفراخ القطع حلوه، طعمها معاك باين في كل قطمه، هتحبه جدا. رز بلبن ولا غلطه زي ما قلنا، بس اللبن اكتر من الرز شويه، ده اللي بيحب ده طبعا. هي كانها هيمديك احساس المهلبيه ورز بلبن في خبطه واحده، فدي متعه ثانيه يعني. كريم كراميل ولا غلطه. في المجمل عايزين نقول لتوما شكرا على التجربه الهايله دي، طعم هايل بجد، برافو عليكم، وبنصح كل الناس انها تجرب توما، احلى كشري.
كشري ابن ناس ومتدلع خريج جامعه امريكيه بس ابن بلد برضه. تحياتي طبعا لو عجبتكم الحلقه لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الطعم بعد ما تجربوا. شكرا.